Empower. أصدقائنا متابعنا بلال، نعم شرفنا بهالبا ام دبليو ام 4، مش اي ام 4، كومبيتيشن ل 2018 وكشف. خليكم وكملوا لي هالفيديو للاخر. بالنسبه للامباور الى كذا بصمه، منه هالمراي الام اللي عم نشوفه، حتى الغطاء ونفخات الغطاء، ومن بعدها بنيجي للضوء، ايكون ليد ولا افخم من هيك. سنسر امامي، رادار فانكشن، الجريل الجلوسي بلاك بنكهه الام 4، ما بدنا ننسى 360 درجه، عندنا كاميرتين بجوانب، ومن بعدها شوفوا التومبوني وفتحاتها، طبعا منكهه بشفره الكربون فايبر. بعرف كم حصان وبعرف كم سلندر، اذا انت بتعرفوا جاوبونا فورا بالتعليقات. نكهه الام الكومبيتيشن ولا احلى من هيك، 20 انش، شوفوا على الرفراف بلايند سبوت وكاميرا، بتضب على الكهرباء، بتفتحوا بدور على البسمه، سايد سكيرتس كربون فايبر، ستوبيتا لاد، شوفوا الديفيوزر الكربون فايبر مع البايبس، سنسر وكاميرا على الاريير، واكيد صوتنا لغم. كملوا لي هالفيديو للاخر. واسعة وحلوة ومميزة، واكيد بقلبس الراوند سيستم. وين الام مع الكربون فايبر مع التيتانيوم ام 1 و 2 بالاحمر الحماس مع الشفتر، شوفوا التابلو ولا افخم. هيد اب ديسبلاي طبعا، هيدي الشاشة الكبيرة مع كبسة السعادة، هون 360 درجة، هوب توب، حطينا اير حتى نشوف، سنسر وكاميرا على الاير، هيتد سيتس، كربون فايبر، كربون فايبر، كربون فايبر، ويا حلاوة على الكنتار. لوجو الام بالسيتس طبعا، بتضوي بالليل، وطبعا ريكارد. الميكانيك الكشف بهدف من توسيع الصندوق لتحط اكثر عدد ممكن من الاغراض، نعم هيك بيعلى الصندوق، هيك بيعلى ميكانيك الكشف. يعني كيف ما نطلع راح نشوف كلمة الام 4 ولوجو الام باور، يا حلاوة على الكربون فايبر وهالداخلية المميزة. مثل ما دائما بنقول، الله يبعث ضربات ويهني صاحب النصيب. صوره ورقمه لبلال عندنا على الويب سايت ركان موتورز.com.